حياكم الله حبايب الطيبين، وهذا فيديو جديد حبايب. اليوم هذا الفيديو راح يكون عن طفرة الاسبانجل وخفايا واسرار يمكن لاول مرة تسمعوها عن طفرة الاسبانجل وشلون نقدر نحقق منها اقوى استفادة. حبايبي هذا الجروب اللي سويناه على الفيسبوك الخاص باعضاء القناة، طبعا هذا الجروب لكم نتواصل بيه، المربين دي ينزلون بيه استفساراتهم، يعني اللي عنده استفسار انا جاوبه والاخوة المربين، منشورات للمتعة، منشورات قبل ما ينزل هذا الفيديو، يعني قبل ما ينزل الفيديو بالقناة ننزل بيها منشورات، يعني لنقول موضوع الحلقة شنو راح يكون، فأكو حصريات بهذا الجروب للأخوة اللي موجودين بهذا الجروب. إن شاء الله اللي يحب ينضم إليه موجود الرابط بالتعليق المثبت، وبالإضافة موجود الرابط إن شاء الله بالوصف، وهو بس تكتب تجمع قناة جزيرة الطيور على اليوتيوب يطلع لك الفيديو. اللي ما يعرف الاسبانجل، طبعا هذا هو الاسبانجل السنجل فاكتر بالوان كلش هواي والوان حلوه، طبعا هذا همين سنجل فاكتر. فالاسبانجل السنجل فاكتر هو هاي الالوان الملونه، واذا نحكي على الهاجرمو بالخصوص فجماليه خاصه له بالنسبه للسنجل فاكتر، وانا من عشاق طبعا هاي الطفره. وبالنسبه للدبل فاكتر هذا هو اللي يجي باللون الابيض الصافي ورجليه زرقاء، واللون الأصفر الصافي، واللون الكريمينو الشكري، العيون سود ورجليه لونهن أزرق. طبعا ما أريد أبتعد عن تفاصيل الحلقة هواي، وطبعا طفرة السنجل فاكتر طفرة معروفة بالتربية الجماعية. طبعا أنا أحكي لكم أكو أشياء يخفوها بعض المربين حتى يعني ما حد يعرف هذا السر، ويبقى الإسبانجل محافظ على سعره. والصراحة يعني الاسبانجل انا احسه طفرة مظلومة، يعني مو بس انا، هواي مربين من يحبون هاي الطفرة يعتبروها طفرة مظلومة، لان اول شيء رخيصة، اسعارها رخيصة بالاسترالي العادي وحتى بالهاجر ما، يعني الزوج مالتها ب 60 ب 70 ب 80 تقريبا 50 مو سوى، يعني هاي اسعارها نشوفها بسيطة قياسا بطفرة الاسبانجل، لان الطفرة اول شيء الوانها حلوة، يعني حتى اكو اسبانجل مشابه للرينبو، الطفرة تعتبر الوانها حلوة، بالاضافة تنطيك بالإنتاج مالتها خصوصا بالتربية الجماعية. أنا يعني بالتربية الفردية يعني صراحة ما مجرب، بس بالتربية الجماعية وحتى بالفردية يعني بعض الإخوان تطلع لك إنتاجات سواء سنجل فاكتر ألوانها تطلع مو طبيعية. طبعا هي بكل عش إذا سنجل فاكتر، هي سنجل فاكتر ينطيك بالعش أقل شيء واحد دبل فاكتر، يعني يطلع عندك واحد أصفر صافي أو أبيض صافي، هاي أشياء إيجابية. وبالإضافة تطلع أكو اسبانجلات صافية ولونها تحت تحت ما تحت الجناح يطلع بيفة لون غريب، لون حلو، هذا أهم من الاسبانجلات. أكو اسبانجل علاماته تقريبا ممسوحة، وأكو اسبانجل يشبه للرينبو، هذني كلهن يطلعن عندك بالتربية الجماعية، وخصوصا إذا تخبط سنجل فاكتر ودبل فاكتر بقفص جماعي تطلع عندك طفرات حلوة. والطفرة الأهم اللي أريد أحكي عليها هي مو طفرة، طبعا هي مو تركيبة عفوا، وإنما خلال التزاوجات وخلال السنين اللي صار لها طبعا كلش هواي طفرة الإسبانجل من تم اكتشافها، يعني تقريبا من 1974، فصار تداخل أثناء التزاوجات وأكيد صارت تداخلات بالطفرة. ف بعض المربين وانا صراحه واحد منهم بدات تطلع عندنا بالانتاجات بالتربيه الجماعيه بالنسبه لي، وبعض يعني عندي بعض الاصدقاء طلعت عليهم بالتربيه الفرديه، من الاسبانجل طلع له عيون حمر نقيه 100%، وطلع لي الي نفس الحاله، والحمد لله والشكر على من فضل الله. وهذا الشيء مو بس ويانا، ويا هواي مربين، بس الموضوع ما حد حاكي بيه، فانا راح احكي بيه يمكن لاول مره. فمن هاي الطفرة نتيجة التداخل ونتيجة يعني التركيبات اللي صارت وتداخل الطفرة ويا طفرات ثانية، فتطلع عندك خلال الرس تطلع طفرة العيون حمر النقية 100%. طبعا هذا هو السر اللي وراء ذيك مرة من شرحت، قلت يابا اني العيون سود ما يصير الزوجة على العيون حمر، واكو واحد قال لي لا انا زوجت عيون سود عيون حمر وطلع لي عيون حمر. فهذا السر، لان مرات بعض طفرة الاسبانجل تحمل الطفرة هاي مال النقية العيون حمر، او ما يسمى بالالبينو او اللوتينو او الكريمينو. فهذا الموضوع طبعا هو ذاك التزاوج خطأ، هسه احنا مو موضوعنا، وموضوعنا انه اذا تريد وامكانيتك بسيطة اشتري اسبانجل وخليهن تربية جماعية وشوف الانتاج الحلو راح يطلع عندك، وانطيكم بعد الاقوى منها اللي هي من الاسبانجل
طلع لي لا سوينج 100% ناقي. لما قلت أنا احتمال أكو مشكلة يعني بالموضوع أو احتمال ما أدري يعني تفاجأت بوقتها، يتخافان مداور بيض من طيور اللاس ونج مخليهين، بعدين انتبهت أنا لا ما مداور بيض، خافك واحد من اللاس ونج طالع وموجود يعني من الخانة طالع القفص الكبير هم ماكو، الطيور بيناتها كلها سبانجل 100%. فتأكدت بعدين انه هذا طلع من الاسبانجل اللاس ونج. بعدين سألت بعض الاصدقاء قالوا لي احنا هم طلع عندنا لاس ونج، واللاس ونج هو عيون حمر وطفرة غالية يعني سعرها اغلى من حتى من العيون الحمر العادي. فبعدين زاوجت، انتظرت لحد ما زاوجت هذا اللاس ونج اللي عندي ويا لاس ونج ثاني هم طالع له من الاسبانجل، فلان اللاس ونج الاثنين زاوجت لحد ما جهزن، فانتاجهن كان لاس ونج 100% نقي وما طلع بانتاجهن اي اسبانجل. فأنا ليش دائما أنصح الأخوة المبتدئين والأخوة اللي يبدون يشترون هاجرمو أو حتى طيور عادية، أقول له اشتري سبانجل. السبانجل جمالية يعني يا أخي والله طير جميل، الألوان مات، هذا البنفسجي هسه قدامكم، هذاك الأصفر الصافي هذا سبانجل دبل فاكتر، ذاك الأخضر اللي وجهه جولدن، الطيور بيها ألوان لا تعد ولا تحصى وجمالية، وهاي الإنتاجات مالتها اللي مرة يطلع لك عيون حمر، مرة يطلع لك أكو تداخل بيها طفرات ثانية السمارة اللي أحكي بيهن حتى ما حد يقول يعني تعرفون. فأنا للتوضيح العام الإسبانجل أنا أعتبره من أفضل وأجمل الطفرات، طبعا مع احترام الباقي الهواة اللي يعجبهم يعني الرينبو يعجبهم غير تركيبات. أنا بالنسبة لي بالتربية الجماعية عندي، طبعا مو التربية الفردية لا، بالتربية الجماعية أربي الإسبانجل، وحتى لو كان سعره منخفض أنت مرات يجوز بعيش واحد تطلع لك طيور حلوة تعوض بيها. يعني لا تهتم الموضوع السعر بقدر ما تهتم الموضوع. والسبانجل ترى مو غالي، اللي يريد يشتري سبانجل خليه يتوكل على الله ويشوف جمال الطفرات. وهاي نصيحة من عندي لكم بهذا الفيديو. هسه واحد غير يقول ليش ما احتفظت بهذا السر لنفسك أو هاي النصيحة لنفسك وانت انتجت باستمرار؟ لا، هو لوجه الله طبعا، وأكيد واحد ينفع الثاني وواحد يفيد الثاني بالمعلومة العدة حتى الكل يستفاد، وإن شاء الله يعني يصعد سعر الإسبانجل ما يبقى بهذا سعره البسيط، من يصعد سعره الطير تكون إلى قيمة أكثر طبعا، وأنا بالنسبة لي قيمته بداخلي كبيرة. فلهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله استفاديتم من عدة. تحياتي لكم يا طيبين، أخوكم أحمد، لا تنسونا من الدعاء، أخوكم أحمد من جزيرة الطيور.